هنعمل شعريه بالمكسرات والزبيب. شعريه طبعا بنحمصها. شعريه هنحط قطعتين زبده. خد معاك معلقه. شعريه احنا محمصين واحده ورا. بتحمصيها بزبده بس تحط لها الزيت؟ لا ما بحطش الزيت. لا انا هعمل خلاص، هي اوريدي الشعريه ما متحمره. هنحمر بقى دلوقتي، ننزل بالبصل. اوكي. يعني انت مش عايزه الشعريه الفاتحه؟ لا لا خلاص. طيب اوكي. دلوقتي احنا بنحمر البصل والثوم. ندبل البصل كويس مع الثوم، ويا ريت نسلق الكبد والقوانص في ميه وعليها معلقه خل عشان بس نضيع الزفاره بتاعتها. اوكي. قبل ما نحطها على البصل. بس مش عايزه تشوحيهم؟ ما هيتشوحوا مع البصل. اوكي. طيب. يبقى ميه ومعلقه خل. اتعلموا يا بنات. وانتي بتسيبيهم يستووا مع الشعريه في بعض بقى. ده خل ده؟ ده الخل المفروض اللي نسلق فيه الكبد والقوانص. الكبد والقوانص. عايزين ملح. اتفضلي. هنحط فلفل وشوية ملح. ننزل هنا بالشعرية. واه هنحط. هنحط بقى. انت بتحطي كله مره واحده؟ مكسرات. لازم مكسرات مشكله ولا نحط نوع واحد؟ هو ممكن تحطي لوز بس. بس والزبيب. بعد كده كوبايتين مرق دجاج. وهي هنسيبها تغلي ونغطي عليها.